بداية الله يعطيكم العافية من فرع الشرقية في التدريب الثاني للأسبوع الأول لأكاديمية الشامبيونز. تفضل يا كابتن عمر. طبعا من البداية بنرحب بجميع اللاعبين، سواء اللاعبين الجداد أو حتى اللاعبين القدامى عنا، ونقول لهم إن شاء الله يطلع موسم ممتاز، موسم جميل، وتنبسطوا فيه وتحققوا فيه جزء من أهدافكم الشخصية إن شاء الله. كابتن أبو أحمد. طبعا من فرع الشرقية خان يونس أول تدريب، وهي ملعب جديد وعناصر كمان فيها، عندنا عناصر جديدة كثيرة. إن شاء الله يا رب الموسم يكون حلو وحسب تطلعات الناس كمان، ويكون كله إنجازات. تفضل يا كابتن يحيى. إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. طبعا اليوم إحنا بدايتنا في فرع الشرقية، طبعا بداية الأبطال، يعني أبطال البداية حتشوفوها إيش في الفيديوهات والصور، أداء عالي وإن شاء الله بحقق كل أهدافكم إن شاء الله. يعطيكم العافية، انتظرونا حبيبي.